حياكم الله مستمعينا ومشاهدينا على إذاعة ام بي سي اف ام وايضا تطبيق ام بي سي مود. نرحب فيكم اليوم بحلقة مميزة صراحة وضيوف مميزين. اليوم ضيفنا الممثل السعودي اللي شق طريقه في عالم الدراما وبأدوار مميزة وايضا بحضور قوي جدا وشارك في اعمال تركت بصمة واخرها مسلسل بيت العنكبوت بدور راشد اللي عرفناه طبعا في المسلسل بجشعة وطمعة وايضا امور كثيرة صراحة سواء في المسلسل وسوى كذا بلبل وسوى قروشة. لكن اليوم معنا المبدع الرائع تركي الكراديس واللي له أعمال كثيرة في الساحة الفنية. يا هلا وسهلا فيك، نورتنا اليوم يا تركي. أسعد الله مساءكم بكل خير، حياكم الله. أنت بس المذيع نفسك شوي بس ترى احنا ما نسوي كذا. لا حياك الله، يا هلا وسهلا فيك، وسعيد جدا بهذا اللقاء الجميل المميز ب الجلوس في أمام أخي الغالي الأستاذ أحمد الهاشم. أحمد أخوك الصغير، الله يسعد قلبك يا رب. والأمانة يعني نكهة مميزة التواجد داخل الاستديو والتصوير من داخل الاستديو، تحس كذا في روح وطاقة إيجابية عالية جدا. هذه أكيد أنت بحضورك تركي وأنت اللي جبتها اليوم صراحة. يعني خلينا شوي نتكلم تركي عن أبرز الأعمال مؤخرا اللي هو مسلسل بيت العنكبوت. لعبت شخصية راشد اللي فيها طمع وجشع، ويعني أنت كيف استعديت لهذا الدور وهل واجهت صعوبة؟ والله الاستعداد تقريبا يعني إن شاء الله نقول إنه الأمور أخذت راحتها لتجسيد وتسكين هذه الشخصية بالشكل الحقيقي والمطلوب، وكان في كثافة في عملية بروفات الطاولة ما قبل التنفيذ، هذا بقيادة المايسترو، ما أقول المخرج، المايسترو بها خداج الله يسعده، مخرج مسلسل بيت العنكبوت. رجل فعلا تحس انه كان يقود اوركسترا من الطبقة الفخمة جدا، الى ان وصلنا من فضل الله لهذا الرقي وهذا الانتشار الواسع على مستوى الوطن العربي، وليس العربي فقط، الى الوطن الى اوروبا. يا سلام، ما شاء الله ما شاء الله. لا اصداء بيت العنكبوت ما شاء الله تبارك الله كانت جدا جدا رائعة. و أنت كلمنا شوي عن الشخصية، شخصية راشد في بيت العنكبوت. كثير من الناس كانوا، يعني أنا قاعد أتكلم مع الشباب اليوم إنه جايني تركي الكراديس على الاستوديو، فكانوا قاعدين يسألوني يقولون من وين أنت طلعت هذا الشر وهذا الخبث في هذه الشخصية، يعني خاصة إن أنت بعد لك أدوار ثانية في برضو حي، عفوا في عود حي في شخصية عبيد. أي نعم. صحيح. أي نعم. نفس كانت شخصية كذا شريرة وديكتاتورية بعد. طبعا خلنا نكون أولا متفقين إنه الشر طبقات والشر ألوان. فالشر اللي كان فرضا في شخصية زيد البهيتاني في مسلسل الميراث الموسم الأول هي مختلفة عن شخصية عبيد الناصر في مسلسل عود حي، هي مختلفة عن طابع الشر اللي موجود واللي أنا ذكرت في لقاء سابق على ام بي سي أنه لن يتكرر في تاريخ ام بي سي كمية الشر اللي كانت متجسدة في شخصية راشد، وأنا أعني ما أقول في بيت العنكبوت. في بيت العنكبوت في أنا أتكلم على مستوى الشر المطلق. تقريبا كان في كمية تكثيف للحصول على كافة الخصال السيئة وكافة الأمور اللي يكون من خلالها استفزاز المشاهد واستفزاز كل من يرى الحلقات ويشاهد العمل، بأنه فعلا أنا للأمانة يوم قلت لي بلغت أخويا كان خفت أنهم يكونوا ينتظرون عند البوابة ام بي سي. في واحد دخلك عبد الإله دخلك على طول. طيب خلينا يعني مثل هذه الشخصية أنت لما تجسدها تكون في ردود أفعال سلبية ولا إيجابية من الناس؟ يعني في نقرأ كثير من التعليقات، وأنا بكون شفاف معك يا تركي اليوم، في كثير من التعليقات تجي أنه تركي يا أخي شخص مغرور، شخص شرير، ارتبط فيك هذا الشيء؟ والله مرتبط، ولكن في يعني كثير من الناس يربط الشكل والملامح بما هو يرى.
فأنا إن شاء الله ويمكن جمهور يعرف وهو على يقين إنه أنا بعيد كل البعد عن الغرور، ويمكن أكثر ممثل بيتواصل وبيحب جمهوره أنا. صح. أرد عليهم وأتكلم معهم وأسولف معهم وأشوف وش النقاط السلبية وش النقاط الإيجابية وباخذ وأعطي معهم. ف يعني الحمد لله بلقى كثير من الثناءات ومن ردود الفعل الطيبة من الجمهور، بأنه يعني يقولون تواصلنا مع كثير من الفنانين ما ردوا علينا، قلت أنا نفسي طيب. أنا لي بأني أنا أحب جمهوري، أحب احتويه، أحب أني أنا أكون أخذ وأعطي معاه وسالف يعني جميل بأنك أنت تعرف بعض النقاط اللي ولربما بعض النقاط تغيب عنهم. إيش اللي اختلف معك بعد مسلسل بيت العنكبوت يعني عن باقي المسلسلات؟ يعني حقق نجاح كبير مسلسل بيت العنكبوت صراحة، عربيا وحتى عالميا على منصة شاهد. يعني إيش اللي اختلف معك عن باقي الأعمال الثانية؟ اللي اختلف معي يعني خليني أقول لك شخصية، يعني الشخصية اللي كان في لها سببت بروباغندا في الوطن العربي وكان لها أثر قوي جدا وحققت أعلى الريت، زيد البهيتاني في الميراث. في الميراث ففرق معي شغلة انها ما كنت باللوك السعودي والثياب السعودية اللي ترسخ في ذهن الجمهور، لانه كان في لوك بالشعر، لوك بالسوت بالبدلة. نعم. صح. فكان حافظين هذا شكل زيد البهيتاني، فكان اللي ما شاء الله تبارك الله يعني قوة الملاحظة عندهم بصرية وذاكرتهم قوية بصريا والله وسمعيا، فكانوا يصيدوني لأني أنا بالعادة أتجول وأتحرك بالزي السعودي، ثوب وشماغ أو ثوب وغترة، فكانوا يصيدوني إما من زاوية العين وإما كانوا يصيدوني من نبرة الصوت. فاختلف الموضوع من مسلسل عود حي عبيد الناصر، هم بعد كان الأمر داخل فيه اللي هو ما بين الكاج وما بين الملابس الرسمية وما بين الثوب والشماغ، ولكن قل لما كنت ألبس فيها الثوب والشماغ. فأيضا لم أرسخ أو لم يعني يعرفون أنه في فنان اسمه ترك الكراديس هو جسد شخصية عبيد الناصر، ولكن بيت العنكبوت كون أنه كان المسلسل من الـ A to Z ثوب وشماغ، أقسم بالله أني في ممشاي بالسيارة الناس يحدوني يوقفوني يتصورون معي سيلفي، فأنا أصبحت أصبحت مكشوف 100% الآن. أي تغير الستايل. صح 100%. أي فالآن كان اللي يناظر بي من قبل ويحاول أنه يتأكد هو ما هو بهو، لا الآن من بعيد هو يجيك ناصيك. ايه. نعم يجيك يبيك أنت. حتى لك شخصية مميزة دائما تجيب النسفة كذا بالضبط على الكتف. أبشرك صرت أخلف هالنسفة. بعد طيب بين الأدوار الطيبة والشريرة كيف أنت تختار الشخصية اللي تقدمها؟ يعني هل أنت تلعب دور معين أكثر من يعني في دور ودك أنك مثلا تمثله أيضا غير الشر؟ عندك طبعًا جانب ثاني؟ طبعا من فضل الله ما زال في جعبتي الكثير والكثير جدا، ولربما أحبوني المنتجين والمخرجين بكاركتر الشر، ولكن أنا خليني أقول لك دخلني نوع من الملل من شخصيات الشر، وما زلت يعني مرحب في أي نص قوي ويكون عارف أنه في حبك درامي عالي ويكون قصير. فأنا ما عندي مشكلة بأني أنا أمثل شخصية شر، وبالذات إذا كانت أكشن. وهذا ترى ما هو بعيد عن خط المسلسلات، لأنه شفت عمل مسلسل أكشن فكان جدا قوي وجميل، وأنا أتمنى أني أكون أمارس هذه أو تأخذ هذا الدور بالضبط. أي. الأمر اللي أنا أتمنى أني أنا ألعبه بالدرجة الأولى البلاك كوميدي أو الدارك كوميدي. الأمر الثاني يكون اللي هو الرعب، وبعدها الفانتزي، وفيها أدوار الخير. أنا جدا مميز في تجسيد هذه الشخصية وأراهن على نجاحها 100% دور الشخص المغلوب على أمري والمظلوم، ولكن كون أنه الناس شافتك بهذا القوة وهذا الجبروت وكيف أنك أنت متمكن، يتوقع البعض أنه خلاص هو مميز في هذا الجانب. لا يا سيدي فاضل، أنا ما زلت عندي الكم الكبير والهائل اللي إن شاء الله حتري فيه المشاهد،
ولكن متى ما أتيحت الفرصة وأتيح النص المناسب بإذن الله حيشوفون شيء مثل بيت العنكبوت وأقوى وأجمل بإذن الله. بإذن الله. طب ما تحس إنه معلش أنا بوقف عند أدوار الشر ليش؟ لأنه ممكن أغلب الأدوار اللي قدمتها هي أدوار الشر، لكن ما تحس إن هذا الشيء ممكن خلاص يصير يلبس فيك طول مسيرتك المهنية؟ مثلا يصير أي منتج أو أي مخرج يبغى والله مثلا دور شر، خلاص ما في إلا ترك الكريديس، ما يقدر يطلعك من هذه الشخصية الزاوية. أو من هذه الزاوية. مو هذا اللي حاصل معي حاليا، ولكن أنا صرت أرفض كثير من الأعمال لما أعرف أنه التجسيد فيها. طبعا كان فيه مسلسل ضخم طلبت فيه لتجسيد شخصية شر ورفضت، ولقيت وقعت علي اللومات واللوائم من الجمهور أنه ليش ما التحقت، ليش ما كنت موجود فيه. أوكي لأنه راسي، ولكن أنا أبي أوريكم الجوانب الأخرى. يعني أنا أتوقع ونعم من أبسط حقوقي بأني أنا أوريكم أنه أنا أتميز في جوانب أخرى وحثريكم فيها، يعني مو مجرد أن أنا أتميز حثريكم فيها، لا سيما أنه في دور جدا مميز وأتمنى من الله أنه يكتب لي بأن أحظى بهذا الدور. وأنا على يقين أني حكون يعني إن شاء الله حصل فيها على جائزة إذا كتب الله، وجسدت شخصية فئة مميزة عندنا في عالمنا وفي وطننا العربي ذوي احتياجات الخاصة. وأنا هذا الدور إنساني، وأتمنى أن يكتب الله في أن يحالفني الحظ بنص مميز وجميل وذو نهاية شيقة وجميلة، وإن شاء الله أني أنا. ليش هذا هذه الشخصية بالتحديد أو هذه الفئة بالتحديد؟ هذه الفئة أعتقد أنه من حقهم ومن أبسط حقوقهم أنهم يرون الضوء من خلاله. يا سلام، كلام جميل، وإن شاء الله نشوفك يعني نشوف أحد أعمالك يعني بهذا الدور اللي أنت ذكرته أكيد. تركي، أبغى أروح معاك السؤال، أنت قلت فيه جتني أدوار ورفضتها خاصة نعم. هي شر، وش اللي يجذبك للدور قبل ما قبل ما تقرر أنك أنت تمثله؟ أكثر شيء يجذبني سبحان الله في أدوار هي تناديني. بمجرد قراءتي للنص أجد يعني في بعض يعني في منتج في مرة من المرات سلمني سكريبت والله ما قدرت أكمل ولا الثل، فقلت له يعني مع احترامي الشديد لك للأمانة ما هو بأنا ولا قدرت أتلبس. فما لم تجد أنه مع أنه يعني طبعا من أحد مهارات وقوة الفنان أنه يتجسد في كافة الشخصيات، ولكن تجسد كي تعطي، تجسد فيما تجد أنك أنت مبدع ومحب لهذا الدور كي تعطي حقه 100%. يا سلام، كلام جميل والله يا تركي، وإحنا مستمتعين أكيد معك اليوم مستمعين ضيفنا المميز تركي الكريديس، ممثل جدا رائع وعدى أدوار وآخرها بيت العنكبوت في دور راشد. اللي حاب يتابعنا عبر تطبيق MBC مود تقدر تحمل التطبيق تتابعنا بالصورة والصوت، وأيضا عن طريق شاهد من خلال البث المباشر. تستاذن المستمعين فاصل قصير ومن بعدها راجعين مكملين معك. راح فيكم مستمعينا ومشاهدينا ضيفي وضيفكم اليوم الممثل الرائع تركي الكريديس. يا هلا فيك من جديد يا تركي. حياك الله وبياك وسعدك الله أنت ومتابعينك الجميلين، نورتنا. تركي، في عمل أنت قدمته وكان من بطولة، كان ودي تكلمني شوي عن هذا العمل وأيضا حقق جوائز، نتكلم على بعد مسافة من الحب. على بعد مسافة من الحب اسمه طويل بس إنه يعني وصل الكثير من الناس في الوطن العربي. كلمنا شوي عن هذا العمل وعن دورك وإيش اللي حقق هذا العمل. من فضل الله هذا كان العمل اللي هو كسر لشخصيات الشر بالنسبة للفنان تركي الكريديس. عمل 30 حلقة حصل على جائزة أفضل مسلسل سعودي أردني، كان من بطولتي وبطولة مي سليم والأستاذ النجم العراقي أحمد خفاجي، وكان عمل جدا كبير وقوي حظى يعني بجماهيرية وبمتابعة كانت من الوطن العربي. كسر الشخصية بأنه كان ترك الكراديس شخصية شاعرة رومانسية ذات إحساس مرهف جدا محب. طبعا كان في قصة حب بينه وبين بنت عمه،
وقصة حب، طبعا قصة الحب الوهمية بينه وبين بنت عمه، وقصة الحب الحقيقية بينه وبين الإنسانة اللي بعد ما اغترب لقاها قدامه. ف يعني ما أقول لك، الأحداث يمكن تبدأ في التصاعد وتبدأ في القوة من بعد الحلقة الثامنة، تبدأ في عملية الطلوع، الطلوع القوي الجاذب للجمهور. فلكل متابع وكل من شاهد هذا العمل يتروى في البدايات، لأنه فيها شرح لحالة القصة، وبعد كذا تبدأ الانطلاقة الصاروخية. حقق جائزة، ها؟ نعم، جائزة أفضل مسلسل سعودي أردني. يا سلام، هذا على بعد مسافة من الحب، هذه أحد أعمالك. طيب خلينا نتكلم شوي، أنه يعني هل في شخصية أو نوعية من الشخصيات أو أدوار تحلم أنك أنت تقدمها في المستقبل؟ والله الشخصية اللي أنا أحلم أني أنا أكثر شخصية ودك تقدمها أو توصلها للناس، أكثر شخصية تكون شخصية مقاربة جدا، ولكن باختلاف الكالتشر، اختلاف اللي هو يعني خلينا نقول اختلاف الستايل الأوروبي، إلى أني أنا أجسده بشخصية سعودية وبدوية تحديدا. جون ويك شابتر. يا سلام. فأنا على يقين بأنه بإذن الله هذا الأمر ما هو بصيص ضوء، هذا أنا شايف فيه ضوء، وبإذن الله حيتم تحقيقه في القريب العاجل، وإن شاء الله حيكون مفاجأة الموسم للأمانة. بإذن الله. أنا ترى ماني جالس أكلمك في حلم، أنا جالس أكلمك في خرائط وقاع جالس الآن تدرس، وإن شاء الله على مشارف تنفيذ بإذن الله. يا سلام، هذا شيء حصري هذا. بالضبط. يلا كويس. هو فعلا حصري. فهو فيلم أكشن بطولتي أنا بإذن الله، وإن شاء الله أنه يعني خلنا نقول تقريبا 75% جاهز، يتبقى لنا 25%، وبإذن الله حيكون شيء. وحتى الأسماء اللي موجودة فيها ما حكشف ولا اسم، لأنه الأسماء اللي موجودين في العمل جدا كبيرة. يا سلام، إن شاء الله. وأنا أتشرف بالوقوف أمامهم. والله مترقبين دائما لأعمالك الجميلة تركي. الله يسلمك. الممثل الرائع تركي الكراديس اليوم نورنا في الاستوديو. اللي حاب يتابع اللقاء عن طريق تطبيق MBC مود، أو حتى عن طريق شاهد من خلال البث المباشر، أو على حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي MBC FM. جوي أورد جاي في الطريق إن شاء الله. بإذن. وبعد النجاح اللي حققه بيت العنكبوت ودورك في بيت العنكبوت، هل تركي له نصيب من جائزة جوي أورد أو ترشيح لجائزة جوي أورد؟ والله أنا أتمنى بإذن الله أني أنا أكرم بهذه الجائزة، لأنها تعني لي الكثير والكثير. وما أخفيك سرا، أنا من فضل الله التصويت جايني ليس فقط من الوطن العربي، ولكن من الـ 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 من يوروب. واصلني تصويت من كندا، من أمستردام، من أمريكا، من لندن، من ألمانيا، جايني تصويت. ولكن الغريب استهلك الطيب، ولكن الغريب أنه إلى الآن لم تظهر صورتي في التطبيق. وأنا أتوقع بمشيئة الله خلال هاليومين القادمة إن شاء الله حتكون صورتي من ضمن الأسماء المرشحة لهذا التطبيق، وإذا ما ظهرت فهو موجود. أتمنى من جمهوري إنه يسعى جاهدا، الجمهور السعودي وجمهوري في الوطن العربي وليس السعودي فقط، لأنهم كلهم حبايبي وغالين على قلبي، بأنهم يسعون جاهدين في تصعيد اسم ترك الكراديس في بطولة المسلسلات وبطولة الأفلام السينمائية والتصويت لبيت العنكبوت. كيف يصير هذا الشيء؟ يحملون تطبيق جوي أوردز، وفي خانة شريط بالأبيض مكتوب لم أجد ما أبحث عنه، يكتبون ترك الكراديس ويصوتون، يتأكدون أنه تم التصويت بخصم النقاط من حسابهم اللي أضافوا لهم إياه جوي أوردز. يا سلام يا سلام، بإذن الله وإن شاء الله أنك تستحقها يا تركي. الله أكيد يسلم. ولك محبين كثير صراحة في المملكة أو حتى في الوطن العربي بشكل عام وعالميا. أكيد تركي، اليوم أنت كيف تشوف الدراما السعودية؟ أنت ما شاء الله تبارك الله في المجال الفني من عام 2000. نعم صحيح. بديت مسرح. صحيح. بعدها انتقلت إلى الدراما. نعم. كيف التطورات تشوفها بوجهة نظرك أنت تركي؟
والله التطورات طال عمرك أنا ما أقول لك تطورات، وإنما أنا أقول لك قفزات مرعبة سريعة بفضل من الله ثم جهود هذا الرجل صاحب الفضل الذي لن ننساه لا حنا ولا أجيالنا ولا الأجيال التي تليها. عراب الرؤية سمو سيدي محمد بن سلمان، ووالده أطال الله في عمره ملكنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، والرجل الثالث في الدولة معالي المستشار تركي آل الشيخ حفظهم الله وأسعدهم. الكلام يتوه عني الكلام من كثر ما حنا نشوف ونبي نشكر ونثني، ولكن حتى شكرا وثناءنا لا نجد العبارات المناسبة يعني والتي تفي حقهم. صحيح، لأنه نشوف اليوم احنا ذكرت مع المستشار تركي آل الشيخ صراحة، وعلى طول راح بالي إلى، خاصة احنا نتكلم عن التمثيل ونتكلم عن الإخراج والسينما بشكل عام، راح بالي على الحصن بيج تايم. نعم. هذه الاستوديوهات الضخمة اللي صراحة متعوب عليها ومدفوع عليها بإمكانيات عالمية وإمكانيات جدا رائعة. أتوقع يعني أنا أتوقع وأجزم كلنا نجزم أنه راح يكون في دراما وفي أكشن وفي كوميديا وفي سينما بإذن الله جدا كبير في الأيام القادمة. عشان كذا اليوم أنا منك كلمة تركي للممثلين الصاعدين. اليوم قاعدين نشوف كثير من الممثلين الممثلات الصاعدين سواء في الدراما أو حتى الأكشن وغيرها من المجالات، إيش تقول لهم أنت اليوم إذا يبغون يعني يكملون في عالم التمثيل؟ تعرف أنت اليوم في منافسة كبيرة صراحة وعدد ممثلين كبار، لكن هل لهم فرصة كبيرة ولا لا؟ جميل. أنا أقول لهم يعني خلوا الفنان تركي الكراديس لكم أسوة حسنة. كون أن الفنان تركي الكراديس من العالم المخضرمين في هذا المجال، فلقد عاصر العصور السوداء وعاصر العصور البيضاء، وكان اللي هو في مجالنا في مجال الفن. صحيح. لأنه كان من عام 2000 كان يتخلل عندنا هيمنة مقيتة، ولكن الحمد لله شتتت وبددت والآن أصبح فيه. طبعا حنا كل فنان وش كان يحتاج؟ يحتاج فرصة. الفرصة هذه متى ما أتيحت أثبت كل إنسان مدى قوته ومدى احترافيته ومدى تمكنه من الوقوف أمام الكاميرات. يعني على سبيل المثال، أنا من يوم ما وقفت على المسرح وهو ما هو بأكبر همي، ولكن كان بالنسبة لي جسر للوصول لما أنا وصلت له. ولكن بمجرد أن وقفت على المسرح وشاف أداء المخرج كان معطيني دور ثانوي طلعني بطولة ما شاء الله. المسرح الأول، المسرح الثاني، المسرح الثالث، تتالت علي العروض، فمن بعدها أصبح عندي عملية رفض رفض رفض، لأنه أنا ما هو بهذا هدفي. بعد طيب الرفض هذا ما يغيبك عن الـ يعني عن المشهد بشكل عام، أو ما يغيبك عن الساحة الفنية؟ ما أقول لك لا، ولكن في نفس الوقت ما ودي أمارس ما ليس لي يعني لي رغبة له. فأنا كنت أو اللي ما يناسبك أو اللي ما يناسبني. فأنا كنت أحتاج الوقوف أمام الكاميرات، وهذا هو العشق وهذه هي الرغبة. إلى أن وصلت إلى المودلز، فالمودلز كنت أقوم بإعلانات لكبار الشركات المعروفة، ومنها من فضل الله انطلقت إلى عالم المسلسلات. فكان يمكن أول مسلسل صورته كان كوكب آخر في عام 2000 في 2000 لا عفوا كان مسلسل أخوات موسى كان في 2007 ولم يظهر. اللي ظهر كان مسلسل كوكب آخر في 2017 وظهر على أحد القنوات العربية. الشاهد من الموضوع أنه كل الممثلين الذين يتمنون الظهور والوقوف أقول لهم حنا لم تتاح لنا الفرصة، ومع ذلك صمدنا وحفرنا في الصخر إلى أن وصلنا من فضل الله. رسالتي لكم، أنتم جيتوا وجاكم جتكم الفرصة على طبق من ذهب. أتمنى أنكم ما تفوتونها، وأتمنى أن كل واحد يضمر في نفسه بأن يكون قدوة حسنة للأجيال القادمة، وأنه يقدم أفضل ما عنده، لأنه ما هو بالسعودية فقط التي تشاهد، لأنه إحنا الآن أصبحنا على مسمع ومرأة من أصقاع الأرض، وأنا أعني هالكلام، حنا على مسمع ومرأة من أصقاع الأرض. التهنئات والتبريكات اللي كانت تجيني والعالم اللي كانوا يدخلون يهنوني بالعمل، والله يعني من الدول الأوروبية، من الدول الأفريقية،
من الدول الآسيوية من يعني من عالم أنا لم أتخيل 1% أنك راح توصل ناس يتكلمون باللغة العربية المكسرة يهنوني على المسلسل. فمعناته أنه إذا كان أنه أنت تعرف أنه عدد المشاهدين 250 مليون فأنت لابد أنك تحترم وقوفك أمام الكاميرا طبعا. وتحسب 1000 حساب لكل ما يعرض ولكل ما يشاهد وتكون فعلا أنت عارف أنك تؤدي رسالة تتمنى أنها تحسب لك وليست عليك. لا أنت ذكرت رقم جدا كبير. هذا مشاهدات بيت العنكبوت؟ لا هذا مو مشاهدات بيت العنكبوت وإنما أنا أتكلم على مشاهدات اللي تخص قنوات MBC عالميا. صحيح نعم نعم جميل. احنا لسه مكملين معك في الجزء الأخير لكن نستاذنك أستاذ المستمعين فاصل قصير ومن بعدها راجعين مكملين معكم الأجواء مع الفنان الرائع والمبدع الممثل تركي الكريديس. خليكم معنا لا تروحون بعيد. استوديو الممثل الرائع والخلوق جدا والمتواضع ترى شخصيته غير عن كل اللي احنا نعرفه طلع لا شخصية جدا عظيمة ورائعة الممثل تركي الكريديس. يا هلا فيك. يا هلا ومسهلا. الله يسعدكم يا رب. وأهم شيء اللي يصير اسمك فيصل عشان لا تشوف الوجه الآخر. ليش؟ اي لا 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 أنا مبعد عن اسم فيصل خليني على أحمد. أنا للأمانة خلال الـ 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 الوقت اللي المستقطع اللي أخذته للميوزك أو الاستراحة كان يدور في خلدي نقطة مهمة جدا. من لا يشكر الناس لا يشكره الله. ففي شخصية كانت مساندة لي وكانت من الـ الأساسيات اللي كانت تراهن على نجاح ترك الكراديس وحاب للأمانة أشكرها الشكر الجزيل. لا سيما أنه كان الأستاذ المنتج العظيم أوس الشرقي اختارني من بين 300 ممثل وممثلة تم فلترتهم إلى أن وصلنا للممثلين اللي كانوا متواجدين داخل مسلسل بيت العنكبوت. فالسيدة الراقية الأستاذة عتاب نعيم الله. كان لها الفضل بعد الله سبحانه وتعالى طبعًا. في مساندة والوقوف مع تركي يعني خلنا نقول إن صحة العبارة في الوصف كتفا بكتف. فللأمانة أتوجه لها بالشكر والامتنان و يعني ما هي غريبة عليها ترى يعني أستاذ عتاب أنا أعرفها شخصيا أيضا يعني من الناس اللي دائما تحب أنها تدعم وتبرز المواهب نعم. بشكل جدا كبير نعم. صراحة وهذا ما هو غريب عليها يعني إيه. شخصية جدا رائعة وبشوشة إيه وضحكتها أول ما قلت عتاب أتذكر ضحكتها وطيبة قلبها أكيد دائما أستاذ عتاب نوجه لها تحية أكيد. أنا بس بروح معاك السؤال قبل ما نختم. الميراث الجزء الأول إيه. الجزء الثاني ما لقيناك اختفيت او ما كنت موجود صحيح انت إيه؟ انت الميراث قدمت فتره إيه نعم. وبعدها استبدلوا الشخصيه صحيح اي نعم. ايش اللي صار يعني ممكن ما وضحت الكثير من الناس إيه؟ ودي اليوم انت توضح تقول وين اختفى ابد. بصراحه كان نفسي اخذ لي فنجان قهوه طلعت و ضيعت الطريق ما عرفت ارجع عشان لا الله يسعدك واضحك ما تبي تجاوب على السؤال. لا هو يعني اولا واخيرا طبعا هل الامور هي عرض وطلب وفي نفس الوقت يعني كان فيه مطمع بالنسبه لي يعني فنيا للوقوف امام قامه من أكبر القامات اللي موجودة على الوطن العربي الأستاذ والدي جاسم النبهان الله يسعده ويمسيه بالخير ويطول بعمره اللهم آمين. هذا الرجل من الذي يحظى بالوقوف بجواره كون أني أنا كنت توني اللي وضحت للناس أنه أنا إن شاء الله ممثل قوي ومتمكن فأول فرصة تتاح لك أنك أنت توقف بجوار هذا القامة فهي فرصة لا تعوض وفرصة للأمانة أنا أشك في عقلية اللي فوت فرصة مثل هذه فلم يكن لدي خيار يا سيدي الفاضل. ما وصلت الإجابة إلى الآن؟ وصلت الإجابة بأنه كان العرض بأني أنا لن أفوت فرصة مثل في مسلسل عود حي بأني أنا أقف بجوار. انتقلت إلى عمل آخر. عمل آخر نعم. نعم. جميل جميل. فأكيد أني أنا ما حوقف معاه هو حيرجع لنا المرة أكيد. ثانية أكيد طبعا
يلا تميزت في أعمال كثيرة صراحة، أنت سببت مشاكل كثيرة عند الناس. ولا حجم الشتائم والدعاوى اللي أنا شفتها للأمانة يعني يمكن حد دخلني الجنة من أوسع أبوابها. أنت طبعا أكيد تستاهل كل خير، تستاهل الدعاوى الطيبة، فعلا شخصية جدا رائعة وجميلة. أنا يعني يمكن ما عرفتك شخصيا إلا قريب، لكن صراحة غير عن الأدوار اللي تمثلها، بشوش طيب القلب ما شاء الله عليك، وتحب الخير أكيد للناس إن شاء الله. أكيد بإذن الله. أعطينا نهاية، إيش اللي قادم التركي الكريديس؟ إيش الأعمال القادمة؟ القادم والقادم لابد أن نقول ونحاسب ألف مرة على القادم، لأنه لن تسمح لنفسك إنك أنت تقدم إلا ما يليق بجمهورك ومحبينك، ويرون ما هم تعودوا عليه وأقوى بإذن الله. بإذن الله. فطبعا العمل القادم اللي تم تصويره هو مسلسل ما وراء النجوم، بإذن الله حيعرض في رمضان 2025، يكتبنا الله من الأحياء يا رب. والفيلم القصير بإذن الله حيشوفوني على يشوفون الفيلم القصير مدته 7 دقائق في حسابي في الانستغرام، اسمه المصيدة، فيلم أكشن قصير، هو من إنتاجك أنت؟ لا والله من إنتاج أقول اسم الشركة ولا ما أدري ما ينفع، المهم أنه إنتاج شخصي لشركة شركة إنتاج نعم تخص السينما وجمعية السينما، فكانت بمعية الأستاذ هاني الملا، وجه له أكبر تحية وله كامل التقدير والاحترام والمحبة، رجل عظيم، رجل مناضل، رجل ما شاء الله تبارك الله عاشق للسينما قولا وفعلا، فكان الانتاج العمل من خلاله الفيلم، وكان فيلم قصير أكشن لترك الكراديس يبرز 5% من إمكانيات ترك الكراديس في عالم الأكشن. يا سلام. ما وراء 5% فقط. 5% فقط. 5%. يعني هذا خلينا نقول فقط بايلوت. بالضبط. بالضبط. طيب ما وراء النجوم هو العمل القادم تقول لي؟ مسلسل 30 حلقة. نعم مسلسل. فيها بطولة سعودية، إماراتية، أردنية، لبنانية، مصرية. يا سلام. شخصيتك فيها شر ولا يكون مختلف؟ لا عاد ما مختلف. الشر. الشخصية هي خلينا أقول لك شخصية ملهمة، شخصية ذات طابع إيجابي بحت. يا سلام. هي لرسالة الله يكفينا وياكم الشر، مرضى السرطان. أنا الشخص اللي صاحب الجمعية، جمعية مرضى السرطان، لرفع معنويات المرضى ونقلهم من الحالة النفسية السيئة والسوداوية، النظرة السوداوية، إلى النظرة الإيجابية البيضاء، والتي كلنا نعيش ذاك الأمل لتحقيق النجاحات ولمس الرؤية ولمس آفاق السماء وتحقيق ما نتمنى. فطبعا كنت أديها بدور قريب من دورك أخوي أحمد، وكأني مقدم برنامج وكأني مذيع، لأني كنت نعم يعني أجلس في صدر المجلس وأوزع الحوار بين الزملاء اللي كانوا موجودين اللي هم الفنانين أصلا، وكانوا يجسدون شخصية مرضى سرطان، كفانا الله وياكم شر هذا المرض يا رب العالمين. وأنت بتنافسنا أجل، لا أصلا أنت إعلامي من أول يعني ما يحتاج ليش ما أوريكم قوتي في هذا الجانب يعني. أكيد تستاهل. أنا سعيد بتواجدك اليوم معي وتلبية هذه الدعوة. شكرا لك الممثل الرائع والخلوق تركي الكريديس، وشكرا لوقت. الله يسعدك ويسعدكم جميع. أنا اللي أشكركم، شرف عظيم لي بأني أنا متواجد معكم وأمامكم في هذا الاستديو الجميل MBC، التي نعشقها، ما أقول نحبها وإنما نعشقها، لأنها هي أمنا الحنونة أولا وأخيرا، والتي دائما من فضل الله تبرزنا في أبهى وأجمل حلة. أكيد دائما وابدا تركي الكريديس. شكرا لك مرة ثانية، وإن شاء الله نطلع لأعمال قادمة أجمل وأجمل، سواء كانت في أدوار الشر أو الخير، أيا كان ما تقدم تركي الكريديس أنت رائع ولك محبينك أكيد. وبإذن الله نقول إن شاء الله أنك تأخذ جائزة جوي وورد قريب ونفرح فيك يا رب العالمين. شكرا لك يا تركي. أما أنا أحمد الهاشم لسه مكمل معاكم الأجواء في من الرياض، نحدثكم في ساعتنا الجاية.
عندنا الكثير والكثير، خليكم معنا.